حوالي ايه؟ حوالي 300 جرام من البسكوت، بسكوت الشاي الساده تماما. هنحتاج حوالي 100 جرام من الزبده، هنحتاج كمان 2 باكت كريم كراميل من دريم، ولتر من الحليب. بس كده، دي كده مقادير التورت معانا. قد ايه مقادير بسيطه بس النتيجه وهميه، في 10 دقائق يعني مش تقفي كتير في المطبخ والنتيجه مميزه جدا. بدايه كده البسكوت بتاعنا بسكوت شاي ساده، ممكن استخدم فيه اي نوع بسكوت انا عاملاه في البيت، وليكن بسكوت العيد مثلا، عامله شويه بسكوت في البيت وفاض مني شويه فبستخدمه عادي جدا. ادي البسكوت بتاعنا في الكب اهو، هبتدي اضيف له بقى حوالي 100 جرام من الزبده، والزبده لازم تكون سايحه بالشكل ده. وكل ما كانت الزبدة طعمها حلو نوعها حلو تفرق جدا جدا في الطعم. نغطي ونبتدي نفرم. بسم الله. نبص بصة كده نشوف كل البسكوت هايل، ننزل كده الجوانب علشان كله يتفرم كويس. حلو قوي كده، البسكوت بتاعنا اتفرم تماما، بصوا بقى ناعم خالص اهو، وهوريكم كمان الشكل بتاعه والملمس بتاعه بقى عامل ازاي. بس قبل ده تعالوا نحضر مع بعض يلا الكريم كراميل. زي ما اتفقنا النهارده احنا معانا كريم كراميل دريم. وكريم اشمعنا بقى كريم كراميل دريم؟ لانه بجد نتيجته هايله جدا، سهل بنعمله مجرد تقليبه بس على النار كده بيكون جاهز معانا، مفيش مكونات كتير، مفيش زفارة بيض، طعمه مظبوط، قوام مظبوط، وكله 10 على 10. تعالوا ناخد بقى عشان انا هعمل النهارده 2 باكت تمام، فاحتاج لهم لتر من الحليب. احط الحليب وتعالوا نفضي بقى عليه 2 باكت من دريم كريم كراميل. ده عبوه التوفير او دي عبوه التوفير تمام، في عبوه بيبقى فيها باكت واحد انما دي فيها 2، فتعالوا نطلعهم مع بعض كده. بيبقى جاي معاها صوص الكراميل ده، وده هنضيفه في الاخر للتزيين. فتعالوا بينا ناخد كده، بسم الله. بصوا يعني عايزه اقول لكم ان اصلا كده وهو باودر كده ريحته خطيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي اول واحد وادي التاني. حلو قوي، يلا بينا بقى نرفع على النار. يعني شايفين كريم كراميل في ثواني، لا احتاجنا بقى ولا خلاط ولا بيض ولا مش عارف ايه وحاجات كتير ومكونات كتير والكلام ده كله، ويا عالم في الاخر يتماسك ولا لا، ويطلع ريحه البيض فيه ولا لا. لا، كل ده او كل المشاكل دي هنتلاشاها تماما مع كريم كراميل دريم. حطينا 2 باكت على لتر من الحليب، وهنقلب ونسيبهم على النار علشان يبتدي يغلي. مجرد ما يغلي بيكون خلاص جاهز معانا ان احنا نصبه في القوالب ونبرده في الفريزر في التلاجة، ويطلع معاكي بألف هنا وشفا. اقلب كويس. هنسيب بقى الخليط بتاعنا، وتعالوا بينا في التوقيت ده نبتدي نعمل الاساس معانا من البسكوت المطحون والزبده اللي احنا خلطناهم مع بعض وفرمناهم مع بعض في الكبه. بسم الله. هنجيب بقى قالب تشيز كيك عشان يبقى سهل نطلع منه الطرت بكل سهوله. وانا عايزه اوريكم بقى شكل البسكوت، بصوا معايا كده، ادي البسكوت المطحون. اعرف منين ان تمام كده خلاص؟ لما باخد منه شويه شويه هم، وابتدي اضغط عليهم كده بايديا فيمسكوا بعض كده تمام. ده كده ولسه البسكوت دافي من الزبده الدافيه او الزبده السايحه، ما بال بقى لما يدخل التلاجه، فبيبقى كل الكلام ده متماسك جدا وما بيفكش بسهوله. فناخد كده البسكوت ونفضيه في القالب بتاعنا. اهم بقى حاجه في الموضوع ان انا اضغطه كويس،
لما هيتضغط كويس جدا في قالب التارت او قالب التشيز كيك اللي هيحصل ان هو هيمسك بعضه كويس قوي، انما لو هايش زي ما هو كده عمره ما هيتماسك، مش تعرفي تقطعي قطعه بقطعتها. فعلشان تقدري تقطعي كل قطعه لوحدها ضروري جدا انك انت تضغطيه كويس جدا. فهنضغط كويس قوي، ممكن كمان نجيب كوبايه او طبق كده يكون القاع بتاعه مستوي. تمام، نروح اشوف كده في عندي ممكن البوله والله بتاعه الزبده دي نبتدي نضغط بيها اهو. زي ما قلنا الضغطه دي اللي بتخلي الحبيبات بتاعه البسكوت مع الزبده تتماسك مع بعض، ولما تخش الثلاجه اللي بيحصل ان هي بتبقى ماسكه في بعضها فتيجي تقطعي تتقطع بكل سهوله. وانتي بتضغطي حاولي تعملي حرف صغير بس كده عشان نثبت عليه الكريم كراميل. تمام، حلو قوي كده. نبص بقى مع بعض هتلاحظوا ان انا عامله زي حرف، بصوا هنا في حرف اهو اعلى شويه، هنا اغوط وهنا اعلى، عشان لما احط كريم كراميل يبقى الحرف كده طالع فوق الكريم كراميل. خلاص نرجع بقى للكريم كراميل بتاع دريم اللي احنا حاطينه على النار. زي ما قلنا عملناه بكل سهوله، فضينا كل باكت بيتفضى على كوبايتين من اللبن. انا عامله هنا مضاعفه المقدار، فعندنا 2 من باكت كريم كراميل دريم على لتر من اللبن، يعني 4 كوبايات من اللبن. فرغتهم وحطيتهم على النار علشان نبدا ان احنا نخليه يغلي علشان نتعامل معاه. نبص عليه في الفرن بصه. ما شاء الله ما شاء الله، نحطه فين؟ اوبا، لا عيش ولا كلمه، تحفه. تقولوا لي ايه؟ بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه مش اي كلام والله، ما شاء الله جدا على فكره. نحطها في الحوض من الطريق. معلش معلش مضطرين. هيبدأ الكريم كراميل يغلي. عايزة اوريكم بس شكل التارت في النهاية بيبقى عامل ازاي ونزينه كده مع بعض. بصوا معايا كده، ادي شكل التارت بتاعنا. شايفين البسكوت عامل حرف كده فوق اهو، طبقة من الكريم كراميل وفوقيها طبقة الكراميل اللي بتيجي جوه الباكت اللي هي دي. تمام، دي اللي بتحط على الوش في النهاية، طعمها بيبقى لذيذ جدا وبتخلي طعم الكريم كراميل كده تحفة. فين كان عندي حاجة كده للتزيين؟ أيوة، تعالوا نزين ده بقى على ما الكريم كراميل اللي يطلع معانا. عايزة أقول لكم حتة تارت يجنن، طبعا سائع ولذيذ في الجو ده، مش قادرة أقول لكم هيبقى تحفة قد إيه. وفي 10 دقايق بس، ما خدناش وقت فيه خالص. نكسر بقى دول كده ونوزعهم في النص، ممكن كده بايدينا بسيط. زي الفل، ولا احلى من كده ولا اسهل من كده حرفيا، ولا اطعم من كده كمان. زي ما اتفقنا ان كتير مننا بيعمل الكريم كراميل وبتقابله مشاكل كتيره فيه. انا عملت الكريم كراميل وممسكش، انا عملت كريم كراميل وبيطول قوي في الفرن، ساعه الا ربع في الفرن، انا عملت كريم كراميل وريحه البيض باين قوي فيه، اعمل ايه؟ كل الكلام ده هنتلاشاه تماما ومش هيأثر معانا خالص، لان كريم كراميل دريم سهل جدا، مجرد تحطيه على اللبن وتقلبيه تقليبه على النار وتسيبيه يغلي خلاص بيبقى جاهز انك انت تحطيه في القوالب وتسقعيه وتكليب الهنا والشفا. حتى الصوص الكراميل جاهز معانا، يعني حتى مش مفيش لسعه من الطاسه. بدا اهو يغلي والقوام بدا يتقل. خلاص احنا زي الفل.
زي ما قلنا بقى مجرد ما يغلي كده وتشوفي البقبيق بتاعته دي بتطلع خلاص كده بيبقى جاهز. وعلى طول بناخده نحطه بقى على البسكوت اللي احنا ظبطناه وضغطناه كويس جدا وعملنا له حرف كمان، وبعد كده بنحطه في التلاجة يتماسك ويجمد خالص خالص ويطلع بقى يتزين زي ما انتم شايفين كده بصوص الكراميل واي مكسرات عندنا وبألف هنا وشفا. بس كده طريقة سهلة، نتيجة مضمونة وطعم خطير مع كريم كراميل دريم.